الثقه. في دلوقتي استجوابات يعني قاريين في الجرايد ان الايام اللي جايه جلسات مجلس النواب عايزه تسائل وتحاسب الحكومه عن ادائها واعطائها، ويعني مراجعه مساله منح الثقه للحكومه في بالزبط. الوضع الاقتصادي. وفي للوفد تقريبا عامل استجواب، في ناس كتير مقدم. في ناس كتير مقدم. شوفي هقول لحضرتك على حاجه، احنا يعني في مراجعه للمساله، في قضيتين رئيستين. قضيه اثيرت الفتره اللي فاتت واعتقد انها هديت شويه، اللي هي قضيه التسريب بتاع الامتحانات. وكان يعني فكره التسريب دي لها تعريف، يعني الحقيقه انه كان اللي بيتعمل ده وغش جماعي اقرب منه للتسريب. التسريب حصل في حالتين في الامتحانات، اللي هو يطلع فيها الامتحان قبل ميعاد الامتحان، انما الباقي ده كله غش جماعي. خلاص دي عمليه مرتبطه بالذمم اللي عندنا الحقيقه، لان احنا برضو انا مش عايز يبقى اللوم دايما على الحكومه، لان احنا فينا عيوب، احنا كشعب فينا عيوب ولازم نصلحها. خلاص الجزء الثاني الخاص بموضوع القمح. لجنه تقصي الحقائق اللي شغاله في القمح وجدت مخالفات كثيره جدا لارقام تتجاوز النص مليار جنيه دلوقتي. اللي انا بتابعه من وقت للتاني الحقيقه موضوع ينبغي ان يتم فيه مساءله باي شكل من الاشكال. الزراعه كل الجهات المعنيه، يعني في عدد من الوزراء ابرزهم التموين ويليه الزراعه. خلاص وظيفه البرلمان انه لازم يسائل الحكومه في هذا الامر، اذا وجد ان هناك يعني إدانة لوزير أو مسؤول بعينه أعتقد أنه ينبغي أن يسحب منه الثقة فورا. إذا ما حصلش يبقى ده موضوع آخر. هو نفسه إجراءاته شكلها إيه ده موضوع تاني، هيبينه إيه بقى من وزير، مش لازم الحكومة كلها، من وزير واحد. وارد جدا. وساعتها لا الدستور بيقول في اختيار الوزير ده بعد كده، طبعا هتبقى مهمة البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية بعد كده. صحيح؟ اللي هي إيه؟ يعني سحبنا الثقة من وزير، هنجيب وزير محله تاني ازاي؟ رئيس الجمهوريه بيكلف رئيس الوزراء، رئيس الوزراء او بيعرض على رئيس الجمهوريه بيعرض على البرلمان بعد كده. او يعني لازم الوزير الجديد اي وزير ياخد ثقه البرلمان. والوزير اللي ياخد ثقه البرلمان ما ينفعش يمشي بدون ما البرلمان يوافق. البرلمان ما اداش الثقه لاسم الوزير اللي اختاره رئيس الجمهوريه، يبقى البرلمان هو اللي بيرشح وزير. لا ده الكلام ده في حاله الحكومه الكامله. الكلام ده في حاله الحكومه الكامله، انما طيب. انما في حاله ترشيح الوزير انا بعتقد انه الوزير بيحل محل وزير، ما بيحصلش فيه حاجه. انما احنا لسه ما وصلناش لمرحله. خلينا بس الاول نشوف لجنه تقصي الحقائق انتهى عملها لايه؟ هتعرض الاول على البرلمان بشكل شكله ايه؟ بناء على هذا الامر في استجوابات بالفعل ابتدت تتقدم استنادا للكلام اللي اثير داخل لجنه تقصي الحقائق اللي اتعملت. هذا الامر هينتهي لايه؟ دي تفاعلات الايام اللي جايه ان شاء الله. اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وصلت البرلمان ولا لا؟ لا، موضوع تيران وسنافير لسه؟ لا لا لا، كان في أخبار إنها وصلت أو لسه؟ ما هو في أخبار كتير، ما هو اتقال إن الموضوع مثلا قانون الإعلام ده جه برضه، واتقال إن في قوانين كتيرة جت، إنما ما فيش حاجة.